والذخيرة، هذه الدفاتر إن قامت النيابة العامة بالإطلاع عليها قبل تحريزها وتفريغها في التحقيقات لقدم العديد من المتهمين في هذه القضية. إلا أن التحقيقات، وأقول بحق وأنا مسؤول، بعد إذن حضرتك فخامة الرئيس، النيابة عقبت ووصفتني بأنني لا أعلم تقاليد ولياقة مهنة المحاماة. أنا أستاذ محامي بالنص وأعلم تقاليد وآداب الترافع أمام الهيئة الموقرة. التحقيقات جاءت باهتة، ولابد أن تتصدى النيابة العامة لتحقيق هذه الدعوة. ولكن دخل المتهمون الى قفص التهم، وبالتالي من المعتقد انه في خلال وقت قصير سيدخل المستشار احمد رفعت لاستكمال الجلسه. استطيع محمود اجيب على سؤالك بالفعل بانه تم طلب ضم الدعوه التي تنظر حاليا، دعوه المتهم فيها حبيب العدلي وسته من معاونيه، الى المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وايضا نجليه علاء وجمال، بالإضافة إلى أنه تم الطلب أيضا بأن تكون هذه الدعوة يضم إليها متهمون آخرون من موقعة الجمل أو الموقعة المعروفة بموقعة الجمل. وبالتالي إذن معنا إلى الآن عدة طلبات وجيهة جدا من المدعين بالحق المدني لعلها تقدم للمرة الأولى، لم تقدم في الجلسة السابقة، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على أن المدعين بالحق المدني قد قاموا بالفعل في الفترة التي سبقت هذه الجلسة بتنظيم صفوفهم. أيضا تم الطلب بمد فترة الاطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة السابقة ومزيد من الوقت، ونعتقد حسب ما نرى من سير الجلسة أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سوف يستجيب لهذا الطلب ويمد أيضا فترة الاطلاع على الأحراز، بالإضافة إلى الاستجابة إلى طلب هذا كله مجرد تكهنات من المطلعين على الأمور والمدعين بالحق المدني، أنه سيستجيب أيضا لضم الدعوة المتهم فيها حبيب العدلي إلى الدعوة المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وعلاء وجمال. إذن هذه الطلبات وإجمالي الطلبات التي قدمت في هذه الجلسة تعبر عن أن الجلسات تسير بشكل منتظم أو الجلسة ستسير بشكل منتظم، ولكن ما ننتظره الآن هو بدء استجواب المتهم حبيب العدلي في هذه القضية، حيث ما زلنا منذ بداية الجلسة وحتى الآن نستمع إلى المدعين بالحق المدني، وبالتالي لابد أن يستمع المستشار أحمد رفعت أيضا في هذه الجلسة إلى دفاع المتهمين، دفاع حبيب العدلي وأيضا دفاع معاونيه الستة الذين يتواجدون الآن في قفص الاتهام. أيضا من ضمن الأشياء التي تذكر هنا في هذه الجلسة ولعلها للمرة الأولى هي أنه تم التصريح لبعض أسر الشهداء بالتواجد داخل قاعة الجلسة ولم يكن هذا موجودا من قبل، وبالتالي وجود بعض أسر الشهداء أو ضحايا ثورة 25 يناير يعبر عن تغير أيضا في سير جلسات محاكمات العدلي وأيضا الرئيس السابق المتهم حسني مبارك. أيضا من ضمن الموجودين ليس فقط أسر الشهداء والضحايا، ولكن يوجد أيضا أم لوالدة ضابط شهيد في هذه الثورة. أيضا حدث بعض المناوشات بينها وبين بعض أسر الشهداء من الضحايا، تراشقوا بالألفاظ إلى حد ما، ما لبس أن قام ضباط الأمن هنا في قاعة الجلسة أن فضوا هذا التراشق بالألفاظ وهدأوا الأجواء وأعادوا السيدة إلى مكانها وأيضا أسر الضحايا إلى مكانهم. من ضمن الأشياء التي تحسب أيضا في هذه الجلسة ولعلها للمرة الأولى هو الحضور المكثف للمحامين، ويمكن كما أشرت محمود أن
ان قد سمح للمحامين بالدخول بكرنيه نقابة المحامين فقط وليس بالتصاريح التي يتم استخراجها. وبالتالي كان هذا وهذه الواقعة هي الجديد في هذه الجلسة، حيث لم يسمح من قبل ب